صافرة الحكم السيد بوكواسا تعلن عن نهاية المباراة التاريخية الودية بين الجزائر وفلسطين بواحد مقابل لا شيء للمنتخب الفلسطيني من تسجيل محمد أبو ناهية في الدقيقة 63. دكتور مبروك مبروك للفريقين، مبروك للفريقين ومبروك للجزائر قبل ما يكون مبروك لفلسطين. أعتقد المباراة كانت متوسطة المستوى، الأداء بالشوط الثاني كان في فاعلية بصورة أكبر وكان في تعامل مع المباراة بجدية أكثر من اللازم، وهذا هو المطلوب بالمباريات الودية. شكرا لك دكتور الحاج سعيد منصور على حضورك وعلى هذا التحليل المميز. شكرا للمشاهدين الكرام. نهاية المباراة التاريخية جمال. نعم يوسف تفضل. ستكون صورة تذكارية للمنتخبين مع بعضهما، وهذه هي انطباعات القائد عبد اللطيف البهداري. الجزائري بشكر هذا الشعب الجزائري اللي كان معنا، اللي دائما مع القضية الفلسطينية. اليوم بصراحة اليوم في 5 جوليا انبعثت رسالة لكل العالم من الشعب الجزائري وخاصة للشعب العربي، ايش القضية الفلسطينية، ايش قضية الأقصى ودي الإسلام. إن شاء الله إن شاء الله كل الوطن العربي يتعلم من الشعب الجزائري وينهضوا نهضة الأقصى. بالتوفيق. شكرا جمال. لا بأس أيضا أن نأخذ انطباع من ناحية الجزائرية. زيد الدين فرحات، مباراة رائعة، مباراة تضامنية، مباراة ودية. بون السلام عليكم سيفري. مباراة كما يقول لك ودية بين زوج خوا كما يقول لك من أخوين. الحمد لله جازت في ظروف جميلة جدا، وإن الشعب يعطيه الصحة ونعاونهم بزاف. ومارغري واش راح نقول لك، سي فري حسين ديفات هذه لينا مي مع خاوتنا هادو، ما شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله. شكرا على روح الرياضيه، بارك الله فيك. شكرا لك يوسف، شكرا للجماهير الحاضره والمتفرجه. ستبقى هذه المباراه تاريخيه بين المنتخبين. شكرا لكل الزملاء للفريق العام معنا والذي قاده الزميل المخرج سامي كشروت. شكرا لكل من تعامل وعاون وجاء الى الجزائر من الضيوف والاشقاء. نعود الى البلاتو مع الزميل مسعود والضيوف الكرام الاعزاء لتكملة ما تبقى من حديث لهذه المباراة. نلتقي